إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكالاً آند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا إدخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى إنك تحط كود نوب مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد اليوم الفيديو اللي بنتكلم فيه عن لابيست وعن البيلد اللي بتقضي فيه على لابيست آه بس قبل ان نبدا آه احنا قريبين من الـ 500 فاتمنى انكم تضغطوا على زر سبسكرايب عشان تدعموا القناه ضغطوا على زر اللايك سويوا شير مع اصدقائكم وتسالوهم انهم يتابعونا كذلك آه عشان نوصل لل500 آه على نهايه الاسبوع هذا او الاسبوع يعني اهم شيء ان نوصل للخمس 500 قبل آه نهايه رمضان لان الفتره الاخيره شويه السبسكرايبر آه نقص عددهم يعني عدد السبسكرايبر في كل يوم نقص آه عن الفتره الاولى من نزول اللعبه آه هذا البيلد راح يمكنك من انك تتغلب على لابست آه ما شرط انك بتتغلب عليه سولو آه ممكن تتغلب عليه وانت داخل مع شخص ثاني بس حتى السولو ما بيكون آه بذيك الصعوبة اللي تتصورها آه السفينة اللي استخدمها كذلك اليوم ما عندي بس آه ما لا ما مهم السفينة تقدر تستخدم اي سفينة انا قدرت اني اهزمه على كانج بس بنفس ال آه بنفس البيلد اللي الحين بتكلم عنه فهنا احنا بنستخدم السفينه البارك اللي هي السفينه الاخيره اتوقع معظمكم عندكم هذه السفينه وميزاتها تعرفوها اللي هي سلامه الهيكل والسلامه بشكل عام الاسلحه او الاثاث فيها خمسه مناطق للاثاث والاسلحه هي نفس الاربع مناطق اللي متعودين فيها في كل السفن اول شيء نتكلم عن الدرع والدرع اللي نستخدمه في السفينه ايش بيكون أه نستخدم الدرع هذا وقاية نحيب والسبب إنه يقلل ضرر واستنزاف قدرة تحمل طاقم من الهجمات السامة بنسبة خمسين تقليل قدرة تحمل طاقم في بداية التحصين بنسبة أربعين بالمائة فهذا الميزان اللي نستخدمها لأنه لابس كل هجوم عبارة عن سم فاحنا نحاول ننخفض السم أقل ما يكون آه بنركز في الدمج بحيث إنه يكون في آه منطقة واحدة أو نوعية واحدة من الأسلحة فبنستخدم نفس النوع من الاسلحه اللي هو المنجنيق آه دائما استخدموا الفاير بومب او اذا عندك دردنيل 2 استخدم 2 اذا عندك 3 استخدم 3 اهم شيء انه كلهم آه راح يكونوا عباره عن الفاير بومب او المنجنيق فتقدر تستخدم المونس ميج اللي هو الفاير بومب هذا اللي اتكلم عنه تتك... نستخدم هذا آه ليفل 3 مونس ليفل 3 او نستخدم داردنيل آه الموجود معنا اللي هي 130 و 110 اذا ما عندك استخدم مونز ميج 2 لكن دائما حاول انك تكون آه في اعلى الدامج آه آه بالنسبه للوسط مره ثانيه انا ضد استخدام لافيليو او لافلو فدائما استخدم الليوبولد ليفل ثلاثة وراح يفيدك اكثر خصوصا ضد لابيس لانه لابيس لعبته السم فما معقول انك تروح انت وتضربه بسلاح سم فانت استخدم هذا السلاح ليوبولد ثري خلاص انا مرة ثانية ما بستخدم سلاح بستخدمه لانه عندي وما عندي ليوبولد لكن لما يكون عندي ليوبولد ما راح استخدم لوفيليو الا في السفن الجانبية اللي راح اجهزها فقط حال مهام معينة من ضمنها البريجنتين فكل الأسلحة اللي بتستخدمها عبارة عن منجنيق 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 بأربعتهن والخامسة يعني بالأربعة الاتجاهات والخامسة راح نستخدم ليوبولد ليفل 3 قلنا نستخدم الدرع اللي تكلمت عنه قبل شوي اللي هو يحميك من السم وبقى عندنا الأثاث الاثاث الرئيسي تقدر تستخدم استرداد واحد بالمئة من سلامة الهيكل بس مو بشرط تقدر تستخدم أي واحد من هذا إذا كنت ما تريد يعني تستخدم هذا اللي هو استعادة الهيكل لأنك في النهاية ما راح تدمج كثير لما تسوي هذا البلد فتقدر تستخدم أي واحد من الثانيات زيارة مدة الغارقة هذا لما تقدر تسوي ال لما تق... تسوي الهجوم الطاقم فتقدر تستخدم هذا واي حاجة مثل ما ترتاح ما مهم كثير في الاثاث الرئيسي بالنسبة للاثاث الهجومي هنا راح يكون تركيزنا الاربعة اثاث يعني الاربع قطع من الاثاث تكون مخططات لبونتس لزيادة ضرر نقاط الضعف لدى سفن المعادية بمقدار عشرة بالمائة وكذلك يكشف لك نقاط الضعف في اسطول الوباء هذه اهم نقطة لانك لما تضرب لابس تريد انك تضربه ضربات كريتيكال دامج فهذا اهم حاجه تسويها رقم اثنين نسوي زيادة ضرر السلاح الامامي عشرة بالمائة زيادة ضرر السلاح اليمين بمقدار عشرة بالمائة وكذلك بزيادة مضاعفة الضرر الاولي من المنجنيق بمقدار تسعة عشر بالمائة بس احنا كل اللي نستخدمه عبارة عن منجنيق فهذه اللي نستخدمها الاثاث اللي نستخدمه خلصنا هنا وكذلك خلاص شفتكم اتوقع الدرع اللي نستخدمه قلنا هذا الدرع وقايد نحيب آه بهالطريقة حاول انا شفت هناك مكتوب ميمنة فانت تخلي على يمينك الضرب يعني معظم يكون على يمينك وتدور مع عقارب الساعة حول السفينة الباقي حاول انك تتجنب هذا السفن الصغيرون صح انه قالوا انه يعني اللي تجيك الانتحاريه صح انه قالوا انه ضعفوها شويه بس صراحه من متابعتي ما ضعفوها كثير فحاول انك اول ما تشوف خارجه منها تضربها اول شيء وبعدين ترجع لضرب لابست بكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو مرة ثانية أذكركم إنكم إذا ما ضغطوا على زر المتابعة ضغطوا على زر المتابعة ودعموا القناة ونشوفكم في فيديو آخر والسلام عليكم